السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على تكنولوجيا البيم Building Information Modeling، وفي بعض الكتب بتخليها Building Information Management، إن أنا بدير المشروع من خلال التكنولوجيا ديت. ومعكم عمر سليم، وإن شاء الله الكورس يكون سهل وبسيط ويكون فيه معلومات جديدة بإذن الله ومتنوعة. تكنولوجيا البيم دي بتحل محل تكنولوجيا أخرى اسمها الكات، اللي هي كمبيوتر اي ديزاين او كمبيوتر اي درافت سمان، وهو بقاله سنين موجود من سنة 1982 تبع في برامج كتيرة جدا بتعمل موضوع الكاد ديت، اشهرهم برنامج الاوتوكاد اللي هو جاي من شركة اوتوديسك. كان الاول بيشتغل على الدوس، وبعد كده بدأ على الدوس والويندوز، وبعد كده ماكنتوش، وبعد كده لينكس، و يعتبر سيطر فترة كبيرة على كل المكاتب الاستشارية والهندسية، وكل الناس عرفته واشتغلت بيه واخد كورسات فيه. فعشان ننتقل من تكنولوجيا لتكنولوجيا اخرى اكيد في اسباب لذلك، يعني كان في ظهرت مشاكل كتيرة. بدأ بسبب المشاكل ديت الناس تتجه لموضوع البيم وتسيبها من الكاد، تمام. من ضمن المشاكل ديت ان الاوتوكاد ما بيدينيش معلومات كامله، انما البيم بيديني المعلومات الكامله اللي انا محتاجها. يعني ممكن اكون انا محتاج بعض المعلومات مثلا في اداره المشروع، بس الاوتوكاد ما بيقدرش يديني المعلومات ديت. طيب عشان نبدا نفهم ايه هو البيم في البدايه خالص، بنقول ان البيم هو بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج يبقى احنا كده بنتكلم على مباني، تمام. ونخلي بالنا من كلمه ان الكاد ممكن ترسم بيه اي حاجه، هنا لا، ما ينفعش ارسم بيه غير مباني. يعني ما فيش ان انا ارسم فراشه، الكاد ممكن ترسم بيه اي فراشه، ترسم بيه اي حاجه، مش هيقول لك لا. هنا انت بترسم حوائط وبترسم روف وبترسم العناصر الانشائيه، بترسم العناصر الام اي بي، بترسم العناصر المعماريه. طيب الحاجه التانية ان البيلدينج مقصود بيها الفيرب والنوم في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني مقصود بيها عمليه البناء، وبعد ما بيخلص المبنى وقائم بذاته نقدر نستغل البيم دوت في ان احنا نقدر ندير المشروع من خلال الفاسيلتي مانجمنت. الحاجه الاخرى ان مش مقصود بها بيلدينج معناها المبنى بس، لا، مقصود بها الحاجات اللي بتتبني زي الطرق، زي الكباري، زي المدن. فممكن نعمل نموذج للمدينه كلها، تمام. ده بخصوص البيلدينج، ونقدر نستفاد من المعلومات ديت طوال فترة حياة المشروع، من أول ما نفكر إن احنا نبني لحد وإحنا بنهد. وإحنا بنهد نقدر نستغل المعلومات ديت في إن احنا نهد المبنى بأقل الخسائر، وبنعمل أناليز تحليل لإيه الحاجات اللي احنا ممكن لو شلناها نقدر نحافظ على إن المبنى يقع بدون ما يأذي المباني اللي حواليه. انفورميشن لازم يكون في المعلومات، تمام. يعني لو احنا قلنا لا هنشيل المعلومات، يعني هنرسم بس شكل كويس جدا و3 دي وحاجات خاصه ببالي، بس مش هحط معلومات، يبقى ده مش بيم. لازم يكون كل عنصر اعمل عليه سيلكت يديني معلومات اقدر استغلها واشتغل بيها. من غير الانفورميشن في حاجات كتير جدا هتبقى ناقصه من البيم، مش تقدر تعمل كوردينيشن، مش تقدر تعمل حصر للعناصر اللي عندك. موديلنج لازم حاجه 3 دي، يعني لو انا عندي المعلومات كلها بس في شكل نصي او في شكل ورق او وورد او اكسل، ده ما بقاش بيم. لازم يكون بيلدينج حاجات خاصه بالبني، انفورميشن معلومات، موديلنج 3 دي. لو جينا نقارن بين الكاد وبين البيم، هنلاقي هنا ان كمبيوتر اي ديزاين بدل ما كنا بنرسم على الورق بدأنا نرسم على الكمبيوتر، وده فادنا كتير جدا الصراحة. ان الورق لو في اي غلطة هتضطر ان انت تقطعها وترسم واحدة تانية، انما هنا لا، سهل جدا ان انت تعدل بسهولة في الكاد. بيلدينج انفورميشن موديلنج بقى عندي زي ما قلنا البيلدينج مباني وانفورميشن معلومات وحاجات موديلنج 3 دي. زي ما انت شايف ده لو انت اديته لاي حد غير متخصص مش هيقدر يفهم ايه ديت، انما لو اديت الشكل دوت يقدر يفهم ويتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي. هنا بيبقى عناصر ثنائيه الابعاد، هنا لا بقى ما لا نهايه من الابعاد، بقى 2 دي و3 دي و4 دي و5 دي و6 دي و7 دي و8 دي و9 دي وزي ما انت عايز، ما فيش حد ان دي، تمام. هنا
اشكال غير ذكيه غير متفاعله مع بعض. يعني حتى لو عملت دايناميك بلوك ما بيبقاش عارف ايه العناصر اللي حواليه وخاص بنفسه. هنا لا، العناصر كلها فيها ذكاء وعارفين ايه ديت. لما تيجي تحط مثلا باب في الهواء يقولك لا الباب ده لازم يبقى موجود في قلب حيطه، ولو حطيت الباب في قلب حيطه بيبدا يعمل لي اوبننج، لو شلت الباب خلاص الاوبننج دي بتشال ويبدا الحيطه ترجع زي ما هي ويحسب الحيطه ديت كامله، ولو حطيت الباب بيحسب الحيطه دي ويطرح منها الباب. هنا عبارة عن خطوط وأقواس ودوائر في الكاد، هنا عبارة عن أبواب وشبابيك وحوائط وفلور وروف. طيب دي من ضمن المشاكل اللي حصلت لما كنا بنشتغل بالأوتوكاد. كان ممكن مثلا ما تاخدش بالك وتعمل حاجة زي كده بالشكل دوت، تمام، أو ما تاخدش بالك من موضوع الزاوية. فلما تبني تبدأ تحس بالمشكلة أثناء البناء أو بعد ما تسلم المبنى تتفاجأ بالمشكلة، إنما في البيم بتقدر تكتشف الموضوع لأن أنت شغال في 3D. ومن ضمن الحاجات برضو إن ما بيكونش التصميمات واضحة، فالمعماري فاهم الشغل لأن هو اللي عامله أو هو اللي بدأ، إنما الاستراكشر والكهروميكانيكال ممكن بيفهموا على آخر مشروع، على آخر التصميم بتاع المشروع. إنما في البيم سهل جدا ان انا اي حاجه مش فاهمها بعمل سيكشن 3 دي وابدا ابص فيها. كان في مشكله كبيره جدا في موضوع الكوردينيشن في الشغل. انا اشتغلت فتره كبيره بالكاد، فكان في مشاكل كتيره جدا، كان في نوع كتير جدا من الشينج اوردر، كل شويه في اوامر تعديل، في اعاده للشغل. بعد ما عملنا الشغل اكتشفنا ان في كلاشات، فاتصلنا بالراجل اللي صمم او جبنا حد يصمم، واكتشفنا ان في حاجات عايزه تتعدل. في تأخيرات كتيرة جدا، يعني المفروض المشروع يتفتح مثلا في 2020 بنفتحه على 2050 وهكذا. في نوع من أنواع التكلفة الزيادة، في كل شوية بنبعت لبعض ده في تعديل محتاجين فلوس أكتر، ده انتوا السبب في المشكلة، طب في RFI. ففي تأخير كتير جدا، في مشاكل كتير جدا، في نوع كتير من موضوع المخاطرة. يعني انت بتخش المشروع وانت مش عارف هيكلفك قد ايه او هتخسر قد ايه، فبتحط فلوس بزيادة عشان تضمن الموضوع دوت. في اهدار كتير جدا للماتيريال بيوصل 30%، في اهدار كتير جدا من موضوع الطاقة. ممكن تعمل تصميم وبعد كده تكتشف لما يبدأ التشغيل بتاعه ان في إدارة كتير للضوء، مثلا طول النهار محتاج ان انا اشغل الإدارة. فكل الحاجات دي كانت بتحصل بسبب ان مفيش بيم. فلما جه البيم الناس بدأت تهتم بيه. في برضو من ضمن المشاكل كان في نقص في موضوع الكوردينيشن. كنا بنبعت لوح ونكتشف ان الدور الاول غير الدور التاني غير الدور التالت. مثلا في مثلا عمود طالع من الدور الاول للدور الاخير بس مترحل في دور، وفي الدور التاني سيبنا ان احنا نرحله، في الدور التالت ما يعني في نقص كده، ده اتحرك يمين وده اتحرك شمال. انما في تكنولوجيا البيم هو ملف واحد، فلما بتعدل في اي حاجه بتعدل في كله. انما في التكنولوجيا اللي قبل كده في الكاد كان بيبقى فيه كذا ملف، ممكن اعدل في واحد وانسى اعدل في التاني، انسى اعدل في السكشن، انسى احذفه من السكادول. فكان في مشكلة كبيرة في اتخاذ القرار لان انا مش ما عنديش المعلومات الكاملة، ما عنديش المعلومات اللي انا اقدر اخد عليها قرار سليم. كان صعب جدا مراقبة المشروع، كان صعب جدا ان احنا نشرف على المشروع، كان في نقص في الفاليو انجينير، كان في مشكلة في الانتجريتد بروجكت ديليفري. المفروض ان احنا كلنا بنتعاون مع بعض في ادارة المشروع، بس في معلومة هنا راحت لطرفين من اطراف المشروع وما راحتش للتالت، راحت مثلا للمقاول وما راحتش للاستشاري. الراجل بتاع السستينابيلتي مش واصل له المعلومة اللي هو عايزها، فمش عارف ياخد قرار. انما لو احنا كلنا عندنا مصدر واحد للمعلومة ونقدر نوصل ليه ونقدر نعرفها، ده بيوفر لنا كتير جدا. والاحصائيات بتقول ان 30% من المشاريع في التكنولوجيا القديمة ما بتبقاش ملتزمة بالتكلفة بتاعة المشروع. يعني انت بتبدأ بالمشروع وبتكتشف ان انت محتاج ضعف المبلغ او محتاج مبلغ اخر اضافي. 92% من الكلاينت المالك او المسؤول عن المشروع
بيقول ان التصميمات اللي موجوده ما بتبقاش مرضيه وما بتبقاش كافيه ان هو ياخد قرار او ان هو يعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. ان 37% من الماتيريال بتبقى ويست، بتترمي بعد ما عملنا الحاجه، جينا نركب حاجه تانية ففوجئنا ان الحاجه الاولانيه متعارضه فبنضطر ان احنا نشيلها وما ينفعش ان احنا نستخدمها تاني. 10% من تكلفة المشروع هي بتبقى بسبب الشينج اوردر، بعد ما عملنا حاجة اكتشفنا حاجة تانية فبنزود في التكلفة. و38% من الكربون الموجود في المباني في الجو بسبب المباني، 38% نسبة كبيرة جدا. فلو احنا قدرنا نعمل سيموليشن كويس من خلال تكنولوجيا البيم بنقدر ان احنا نقلل النسبة دي كتيرة جدا، وده بيأثر جدا على الصحة. لو احنا جينا نبص على الانتاجيه في موضوع الكونستراكشن هنلاقي ان في اسواق كتير جدا بتتطور ما عدا سوق الكونستراكشن. يعني بنلاقي ان التكنولوجيا خاصه بالموبايلات والعربيات والحاجات دي بتطور بصوره كبيره جدا، بينما الكونستراكشن اللي هو بالاحمر دوت مفيش تطور، مفيش حاجه جديده. امكانيات تكنولوجيا البيم هي التكنولوجيا اللي فعلا تطورت، عملت طفره وقدرت تربط تكنولوجيا كتيره جدا مختلفه جدا زي الاوجمانتد رياليتي، الفيرتشوال رياليتي، البرنتر 3D، كل الحاجات دي قدرت تربطها بسوق الكونستراكشن. طيب في بعض الاساطير كده لازم نكتشفها، ان البيم مثلا هو الريفت، تمام الكلام ده بصحيح، البيم ليس برنامج، مفيش حد يقول انا عايز اطب برنامج بيم. هو في برامج كتيره جدا بتحقق الموضوع. البيم هو عباره عن فكره او فلسفه مش اداه. هو بيقول لك انت اعمل لي الشروط ديت، لو قدرت تعملها باي حاجه تبقى انت كده ايه حققت البيم. لو جبت اكبر برنامج من برامج البيم واشتغلت بيه غلط خلاص يبقى انت ما حققتش البيم. دي من ضمن الاساطير القويه المنتشره، يعني خلاص زي الغول والعنقاء والنداهه والحاجات ديت. تمام، ان البيم مجرد بس 3D، يعني هي الفكره كلها ان احنا عملنا موديل 3D. لا ابدا، ده مش مجرد 3D، ده في كميه كبيره جدا من المعلومات ونقدر نطور والادوات ذكيه جدا وبتعاون مع بعض. يعني لو 3D يبقى هو مش هيفهم الفرق بين الحيطه والعمود والكيبل تري، لا هو بيفهم الفرق بينهم. احنا سطبنا البرنامج يبقى احنا كده عندنا بيم؟ لا ابدا، البيم محتاجه واحد يدير الموضوع ومحتاجه فهم الموضوع. البيم في تغيير كبير جدا في موضوع طريقه الشغل، لان في ناس كثيره مثلا بتحب تخبي المعلومه فده ما ينفعش في البيم، لازم المعلومه توصل لجميع الاطراف. فالموضوع اكبر من كده بكتير، مش مجرد ان انا نزلت البرنامج خلاص يبقى انا عندي البيم. البيم البرزنتيشن منظره حلو والبرودكشن، لا هو مهتم بالبرودكشن اكتر من الشكل. هو اصلا البيم مش مقصود بموضوع الشكل، والا ممكن نقول 3D ماكس ممكن نتفوق عليه. هو حاليا بتعمل برندر عالي جدا برامج البيم، بس هو مش مقصود بكده. المقصود بيه ان انا اقدر ادير المشروع وان انا عندي موديل 3D، فاقدر في اي وقت اطلع كل اللوح 2D اللي انا محتاجها. البيم للكلاش ديتكشن دي برضو من ضمن الاساطير الغريبه. لا الموضوع ده جزء بسيط، انما هو بيعمل حاجات كتير جدا 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 زي ما نشوف مع بعض. البيم للمباني بس، لا ده هو لجميع انواع المباني وجميع انواع المدن والطرق وكل الحاجات اللي الانسان بيبنيها نقدر نستخدم فيها موضوع البيم. البيم بنستخدمه بالتوازي مع الديزاين والبرودكشن ورك فلو، كل الحاجات دي بتتعاون وبتكون ذكيه مع البيم. فنقدر في اي وقت ان احنا نستخدم البيم من اول حاجه في المشروع، من اول ما نفكر في المشروع قبل ما ناخد العقد لحد ما نخلص المشروع خالص، بنلاقي ان بيمشي مع بعض كل خطوة من الخطوات بنلاقي البيم موجود معانا. البيم بيحل محل الكاد. هو البيم
نقدر نقول بيتكامل معاه وبيتعاون معاه. يعني ممكن بعد ما تخلص شغل مثلا تصدر للكاد، في حاجة ممكن تعملها. يعني الكاد ما مش بيتلغي، لان اغلب الناس اللي انت بتشتغل معاهم بيبقى محتاج ان انت تصدر لهم لوح اوتوكاد، تمام؟ فما بنقولش ان البيم بيقضي على الكاد، بس بيحجمه كتير، وبنقدر حاجات كتير جدا جدا بنعتمد على البيم فيها. انا شخصيا بحب ان انا اخلص كل حاجه جوه البيم، يعني ما بقولش ايه اصدر للكاد واروح معدل الحاجات دي، لا، الحاجه اللي هي هتتعدل في الكاد دي كل مره هصدر من البيم هضطر اعيدها تاني. فانا بحب اوفر الوقت ده واركز تركيزي كله على ان انا اتم الشغل بتاعي في برنامج البيم، مش يعني البرنامج اللي بيشتغل بتكنولوجيا البيم ايا كان اسمه، سواء بتشتغل مثلا بالاركيكاد، بالريفت، بتكلا، حاول تخلص شغلك فيه بحيث لما تصدر للكاد ما تعيدش الشغل او ما تضطرش ان انت تزود حاجة، وكل ما صدر ان انت تضطر تعدلها، تمام؟ ايه هو بقى البيم؟ انت زي ما انت شايف ناس كتيرة كل واحد بيشاف البيم من وجهة نظره، او عامل زي الفيل ضخم جدا، فكل واحد يعني ممكن تكلم واحد تقول لك ده كويس جدا في الحصر، درجة شغال في الحصر، واحد يقول لك ده كويس جدا مع الاصدقاء وبنقدر نعرف المعلومات كلها في نفس الوقت وحاجات زي كده، في واحد تاني يقول لك ده كويس لإدارة المشروع، يعني في واحد يقول لك ده كويس جدا في الرندر، فكل واحد شايفه من وجهة نظره هو، تمام؟ بس بداية هو ليس اي برنامج من البرامج، هو مش برنامج، هو في برامج كتيرة جدا بتشتغل بيه، تمام؟ يعني في شركة اوتوديسك عاملة برامج كتيرة، في البنتلي، في سوليبري، في برامج كتيرة جدا زي ما انت شايف، بس ولا واحد من دول هو البيم. البيم تكنولوجيا بيحققها البرامج ديت، تمام؟ البيم مش هو الأداة، هو فلسفة، في أدوات كتيرة بتحقق الموضوع دوت. طيب يبقى عشان نكون متفقين ان البيم هو عبارة عن موضوع الكولابريشن، بيبقى حاجة مساعدة ليك، بيستخدم 3D موديل، بيقدر يعمل لك كوميونيكيشن افضل، بيقدر تشارك المعلومات، تقدر توفر الوقت، تقدر تنظم المعلومات بتاعتك، تقدر تعمل سبورت ودعم، تقدر تكتشف المشاكل بسهولة، وما انت اكتشفت المشكلة يبقى انت كده قطعت نص الطريق للحل. لازم عشان تستخدم بيم كويس ان انت تكون عارف الاكواد وشغال بتسمية كويسة، لان في هدر كتير جدا في الوقت لموضوع ان الحاجة مش مسمية او مش معروف فين اخر فولدر، فلازم ناخد بالنا من الحاجات ديت. البيم هو مش ايه؟ البيم مش سوفت وير، مش حل لكل المشاكل، او مش هو العصا السحرية، مش حاجة بتتباع، مش هيشتغل لوحده، لازم يبقى فيه تفكير وفيه تنظيم للشغل. زي ما احنا قلنا في اساطير كتيرة، فلازم ان احنا نتعرف على ايه هو البيم، لان ممكن حد يكون عنده معلومات خاطئة عن البيم، فده يعطل الموضوع، تمام؟ لازم ما نعرفش نفوف في البيم زيادة عن اللزوم، فنعتقد ان هو بيشتغل لوحده، مجرد ان سطبت البرنامج خلاص انا حققت وماشي الموظفين، لا، لازم نبقى عارفين ان هو هياخد منا وقت وجهد عشان نتعرف عليه ونبدأ نشتغل بيه، بس هيسهل لنا كتير جدا. هو مش هيغنيك عن الانسان، الانسان هو اللي بيشغل البيم. يعني اعتقد دي اهم الاساطير اللي موجودة. خلينا نفكر في موضوع البيم ده على انه كأنه لعبة ليجو، قطع بتبدأ تربطها مع بعض بحيث يطلع لك شكل المبنى كامل. لو في اي معلومة ناقصة هتبدأ تظهر معاك. في ادوات في قلب البيم، يقول لك ان في مثلا حاجة مش توصلها، مثلا حطيت المكنة بتاع التكييف، فانت مركز في التكييف ومتركز في المية بس نسيت الكهرباء، فيجيب لي رسالة ده في حاجة مثلا مش متوصلة في المكان الفلاني ده. فده ميزة من مزايا البيم. لما انت تحط كل معلومة هتلاقي الموديل ظهر قدامك. الميزة الكبيرة جدا ان انت تقدر تحط كل المعلومات في قلب الموديل، ما تبقاش مثلا عندك رسمة معينة وفي معلومة تانية في ملف وورد او اكسل، وتقعد تدور وتلاقي الارقام اتغيرت وغيروا الحاجات، والراجل اللي سمى الاسم مش موجود وساب الشركة، وتخش في قصص وحوارات، لا، هي كل الموضوع منظم ومرتب، تمام؟ بتلاقي كل معلومة في مكانها، كل معلومة في مكانها، كل ما تعمل سيلكت على العنصر دوت تلاقي معلومة. لو انك تعمل سيلكت وراح عامل لي سيلكت على المبنى كله،
او اللعبة بتاعت الليجو كاملة، يبقى ده مش بيم، لان البيم لازم يديني معلومة عن كل عنصر لوحده، انما لو اداني معلومة عن المبنى كله لا، ده كده يبقى فيه مشكلة، لازم يديني معلومات ولازم يديني وصول للصور، وصول للموقع اللي عمل الحاجة ديت، ومين المسؤول عنها. تمام، البيم هو تكنولوجيا جديدة بتسهل علينا الشغل في مجال الكونستراكشن، وفي ذكاء في التعامل، في موديل 3D بنقدر نوصل للمعلومة اللي احنا عايزينها بسهولة، ونقدر يبقى في تخيل شكل المبنى قبل ما يتعمل، وبيستخدم طول فترة حياة المشروع من أول ما نفكر إن احنا نبدأ ننشئ المبنى لحد ما يتعمل، لحد وهو شغال، لحد ما نيجي نهده مثلا بعد 100 سنة ولا حاجة. فهو في كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها عشان ندير المشروع، نقدر نعمل كوردينيشن بسهولة جدا، وكله مجمع في مكان واحد، فبتلاقي المشاكل كلها بتظهر معاك، في تقليل للإهدار اللي بيحصل في الماتيريال، في تحسين للإنتاجية. فنقدر نقول ان هو تمثيل لكل الخواص بتاعت عناصر المبنى قدامنا، بحيث ان احنا كأن المبنى موجود قدامك. يعني انت لو بنيت مبنى معين وطلب منك ان انت تبني نفس المبنى ده تاني جنبيه، هيبقى سهل جدا، وخلاص انت عرفت كل المشاكل الموجودة فين، وعرفت التكلفة كام، وعرفت كل المعلومات دي. احنا بدل ما بنبنيه على الواقع، بنبنيه في قلب الكمبيوتر، وبنشوف المشاكل كلها ونحلها بدون اي تكلفة خالص. فده البيم هيفيدنا في موضوع الحاجات كتير جدا، منها مثلا موضوع الكراش ديتكشن، موضوع تحليل مثلا تحليل حراري، تحليل الانشائي، تحليل الهواء، تحليل كل التحاليل اللي انت عايز تعملها، تحليل الصور مثلا، كل حاجة تقدر تتأكد منها وتشوف ازاي تقدر توصل لأحسن الحلول اللي تفيد المبنى، وتخلي الناس اللي جوه المبنى يدعوا لك ما يدعوش عليك، وقاعدين مستريحين في قلب المبنى. مين اللي ممكن يستخدم المعلومات اللي موجودة في قلب البيم؟ أول حاجة المالك، بيقدر يوصل المعلومات بسهولة جدا، ويقدر يطلع عليها، المصمم، الانجينيرينج، الكوست استيميتور، السب كونتراكتور، الفاسيلتي مانجمنت، الانرجي، السستينابيلتي، الانفايرمنت، كل الناس اللي شغاله في المشروع. في بعض التكنولوجيا بتبقى خاصه بحد ومش خاصه بحد تاني، يعني بيبقى في جزء معين بيشغل في المشروع بيستفاد منها، وفي جزء تاني ما بيستفادش منها. على سبيل المثال مثلا موضوع السستينابيلتي، بتلاقي المهتم بيه المعماري، والكهروميكانيكال الانشاء ما بيهتمش بيه خالص، لان ما ينفعش ان انا اوفر في حاجه ممكن تهد المبنى. يعني انا هوفر في ايه؟ انا ممكن اوفر في حاجه، هوفر في الحديد مثلا، الخرسانه، بتلاقي قليل جدا لما تلاقي في حاجه في سستينابيلتي خاصه بالانشاء. انما هنا كلنا بنتعاون مع بعض بحيث نستفاد من المعلومات، ويبقى المعلومات كلها متوفره، ويكون المعلومات كلها متشاركه من الجميع، وده بيفيد كتير جدا. فكل الناس بتستفاد من تكنولوجيا البيم، وكل الناس بتستخدم المعلومات اللي موجوده في البيم، وكلهم بيوصلوا للمعلومات في نفس الوقت. بالعكس، في عقود كتيره شفتها او كتبتها انا بنفسي، في شرط ان كل الناس تقدر توصل للموديل في اي وقت، ان المالك 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع يقدر يوصل للمعلومه في اي وقت ابديتد. يعني كل شويه ترفع الموديل تحطه على الموقع معين بنتفق عليه، بحيث ان هو يقدر يوصل للموديل ويقدر يشوفه من غير ما يكون عنده اي سوفت وير، من خلال متصفح الانترنت. ميزة البيم ان اللي انت بتصممه هو اللي بتلاقيه، دي ميزة قوية جدا، ان انت الديزاين اللي انت عامله هو نفس اللوحة اللي بتبقى موجودة في الدرون، هي نفس اللوحة الموجودة في الاسبلت، ما بتلاقيش ده مثلا في حاجة في الديزاين مثلا كاتب ان هو المبنى ده هيبقى 10 ادوار، وتروح في الشوب درونج تلاقي 15 دور، وتروح في الاسبلت تلاقي دورين. تمام، لا، التصميم هنا هو هنا هو هنا، فده زي ما انت شايف التصميم اللي اتعمل هنا هو فعلا اللي موجود هنا، اللي موجود في المبنى دوت. من الحاجات القوية جدا اللي تخلي الناس كتيرة بتشتغل في موضوع البيم، اللي هو العائد على الاستثمار، return on investment، فبنلاقي ان هو بيوفر لنا كتير جدا، يعني من حيث ان هو بيحسن الموضوع التصميم، من حيث ان هو بيخلي المالك يبقى فاهم التصميم،
ناس كتيرة جدا بتلاقي ان هو اقصر في الكواليتي بان هو بيدينا امكانيات افضل، في ناس كتيرة جدا بتستخدمه في تحسين التواصل، بيقلل الـ RFI بنسبة كبيرة جدا، ودي احصائيات عالمية بتأكد ان ناس كتيرة جدا اللي شغال بالبيم استفادت كتير جدا، ودعت للناس اللي اخترعوا البيم ما قالوش ان هو عملوا مشاكل. وان شاء الله نتكلم مستقبلا ليه بعض الناس لما طبقت البيم ما استفادتش منه، لان سوء في التطبيق زي لما حد بيستخدم بي ام بي غلط ويلاقي ان الشغل بيتعطل، ده مش عيب في البي ام بي، بالعكس هو عيب في التطبيق. فهنشوف مع بعض ايه المشاكل بعد كده. زي ما احنا شايفين ان هو في تطور كتير جدا، في ناس كتير جدا بدأت تطبق البيم بشكل رهيب، يعني تقريبا الامريكا مثلا 80% في 2015، دلوقتي عدى بكتير، البرازيل 73%، في المانيا 72%، في دول كتيرة خلته اجباري، وفي دول كتيرة جدا لازم لو انت عايز تاخد مشروع من الحكومة لازم تعمل بيم، وشرط كده في العقود ان انت تستخدم البيم، لان هو حسوا بالفائدة بتاعته، وحسوا ان هو بيدوه فايدة كويسة جدا من حيث ان هو بيقلل الهدر وبيخلي المشروع يتم في ميعاده، فبدأوا يتجهوا لموضوع البيم. اللي احنا ممكن نوصل لموضوع البيم ان في فهم للمشروع، في التزام بالحاجات اللي احنا متفقين عليها مع المالك من حيث الوقت والتكلفة والجودة، من حيث ان ما فيش تعطيل في الوقت، ما فيش ان بعد ما اتفقنا على تاريخ لا احنا مضطرين ان احنا نتاخر، بيدينا لوح اسبلت ممتازه جدا، بيدينا معلومات افضل، الماك يقدر يتحكم في المشروع، بيدينا تقدير للتكلفه، بيقلل الهدر، بيبدا معانا في كل مراحل المشروع من اول ما بنبدا نفكر في شكل المشروع. ما فيش حاجه اسمها ان انا ابدا كاد او بالكاد وبعد فتره مثلا اول ما اخلص مرحله الديزاين ابدا اشتغل في البيم، لا انسى وابدا اشتغل من البيم، هو بيديك ادوات احسن بكتير من ان انت تشتغل باي برامج تانية. فانت بتبدا من اول الكونسبت ديزاين وبعد كده البيراميد ديزاين، وبعد كده في اثناء التصميم الكونستراكشن نفسه، وبعد كده في موضوع الاوبريشن، كل اللي انت عايزه بيبدا هو يوفر لك المعلومات اللي انت عايزها. تمام. ومرحله الدوكيومنتيشن او مرحله الحصر دي اصبحت زيرو في قلب البيم، لان خلاص هو بيتعمل تلقائي، فما بتاخدش انت وقت خالص في ان انت تعمل الحصر او تقدير التكلفه او تقدير الكميات. شكرا لكم، واتمنى يكون الموضوع سهل، وان شاء الله المحاضرات اللي جايه توضح اكتر موضوع البيم وازاي نطبقه.